على مستوى الخدمات الرئيسية الحقيقة كان هناك اهتمام زي ما بنعمله في كل مناطق الجمهورية بالإنسان وكيفية تنمية الإنسان المصري في جزيرة سيناء. ويمكن هنا بالنسبة للخدمات التعليمية الحقيقة يا فندم كان على مستوى المدارس أو التعليم قبل الجامعي كان تم إنشاء وتطوير 151 مدرسة تعليم أساسي، بحيث إنها بقت النهاردة بتخدم أكتر من 168 ألف طالب، وبقت متوسطات الفصول الحمد لله النهاردة في سيناء لا تتجاوز 29 طالب في الفصل. ولكن مش فقط هو مجرد المدارس العادية، ولكن من أول لحظة كان هناك اهتمام إن إحنا ندخل المدارس المتقدمة واللي بتقدم خدمة تعليمية مميزة، وبالذات زي نموذج المدارس المصرية اليابانية اللي بقت موجودة في كل مدن سيناء النهاردة، سواء حضراتكم شفتوا في الطور، الإسماعيلية الجديدة، العريش، شرم الشيخ، وأيضا مدارس اللغات في مدينة العريش، وأيضا المدارس التعليم الفني والمدارس الحرفية. وكل دي النهاردة مدارس بتقدم مستوى تعليم بكل المستويات لأهالي سيناء. الحقيقة الطفرة الكبيرة يا فندم هي تمت في التعليم الجامعي. احنا قبل 2014 كان اللي موجود في مصر هو جامعتين فقط، جامعة سيناء الخاصة، وكان هناك فرع جامعة قناة السويس اللي هو فرع العريش. النهاردة احنا أضفنا للاتنين دول 8 جامعات، عبارة عن 3 جامعات حكومية وتكنولوجية و5 جامعات أهلية اللي قدام حضراتكم. الحقيقة كل منشأة من دول هي مركز تنموي لوحده وبؤرة تنمية، مش فقط على مستوى الجامعة، ولكن هي بتخلق نطاق تنموي حواليها، وزي ما هنشوف حضراتكم الصور النهاردة. دي كان يعني موقع جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ في 2014، دي الصورة النهاردة. المنطقة في هذه الفترة البسيطة، الجامعة بتنشأ، ولكن أيضا التنمية على طول بتحصل حواليها، وبالتالي بيبقى هذه هي نقاط الجذب للتنمية الحقيقية اللي ممكن بتتعمل في أي مكان. دي مدينة الطور، الموقع زي ما حضراتكم شايفينه ده موقع منطقة صحراء جرداء. النهاردة الحمد لله ده الشكل العام للمجمع اللي موجود للجامعة في مدينة الطور. ولكن الأهم المستوى اللي معمول به هذه الجامعات أعلى مستوى نطمح ان هو نديه لاولادنا، وزي ما حضراتكم شايفين النهارده معموله على اعلى مستوى من الطراز العالمي. جامعه الاسماعيليه الاهليه الموقع كان الخالي بالكامل في 2014، النهارده نفس الموقع بعد ما عملنا له زوم وانشئت الجامعه. حضراتكم ده شكل الجامعه النهارده، الجامعه الاسماعيليه الاهليه اللي افتتحت وتم بدء الدراسه في العام الدراسي الحالي، وبتكلفه 3.6 جامعه الاهليه بمدينه سلام او شرق بورسعيد برضو فتحت هذا العام الدراسي وبدأت تتلقى أبنائنا. مدرسة الجامعة التكنولوجية، تطوير جامعة العريش، احنا قلنا كانت مجرد فرع من جامعة قناة السويس، النهاردة بقت جامعة مستقلة اسمها جامعة العريش، وبيتعمل فيها تطوير بكل الكليات اللي بقت موجودة بتكلفة تجاوزت المليار. أيضا بقى هناك يعني أفرع في كل مدن سيناء، النهاردة في جاري إنشاء لفرع لأبورديس النهاردة للتنمية.